أكبر مشروع ومبادرة تنموية واجتماعية عارفها العالم، اسمها حياة كريمة. حياة كريمة اللي تغير من حياة تقريبا 60 مليون بني آدم، يعني تقريبا 58% من عموم الشعب المصري. حياة كريمة بقى أطلقوا أول مبادرة لدعم الصحة النفسية للفئات الأكثر احتياجا، وعنوانها اتكلم هنسمعك. أول مبادرة مؤسسية لدعم الصحة النفسية. المبادرة بتهتم بقى بإيه؟ بحاجات كتير. أقولها لك أنا؟ لا طبعا، لازم نروح فورا لندى خضر. ازيك يا ندى؟ أولا عاملة إيه؟ منورانا. ندى مدير قطاع المبادرات والتنمية في حياة كريمة، ودي تاني مرة نتقابل خلال تقريبا سنة، صح كده؟ صح يا فندم. حياة كريمة مش مجرد مبادرة علشان هنبني بيوت أو حتى هنوصل المية والصرف والكهرباء والتليفون وإنترنت فائق السرعة ونعمل مستوصفات ومستشفيات ومراكز طبية ومدارس وإن كانت دي حاجات كتير جدا يعني. أنا بقى اللي عجبني مسألة الصحة النفسية، الفكرة جت إمتى وإزاي وليه؟ احنا يا فندم اطلقنا مؤخرا ل15 اغسطس تحديدا. لا انا بالحماس اللي دخلت بيه ده بقى عايز صوتك عالي وعايزك متحمسه. طبعا في 15 اغسطس الماضي اطلقنا مبادره اتكلم هنسمعك لدعم الصحه النفسيه، بنهتم بيها بالعديد من الفئات على راسها طبعا الاطفال، النشء، الشباب، ذوي الهمم، المراه طبعا المعيله. بنحاول فيها ان احنا نوفر الدعم النفسي من خلال سبل متعددة. اشتغلنا فيها ان احنا نبدأ الاول بحملات التوعية عن فكرة المرض النفسي، نوعي الفئات الاكثر احتياجا داخل القوافل التنموية اللي احنا بننزلها ايه اعراض المرض النفسي، ازاي ممكن يكون عند طفلك او عند ابنك او عند زوجك او انت نفسك بتعاني منه وانت ما تعرفيش. ابتدى الموضوع في الاول يلاقي شوية لا مش هسمع، انا جاي عشان خاطر مثلا اخد خدمه. وابتدى بعد كده نلاحظ ان الناس بتيجي تسال طب هو انا هروح فين؟ كان في فلان بيتكلم عن مبادره للدعم النفسي، او انتوا قلتوا لو انت ابنك بيعاني من مشكله كذا تعالي احنا موجودين، مكانه فين؟ وابتدينا واحده واحده الاعداد بتزيد، وفي اخر قافله، وكان ده بالنسبه لنا في البدايه بتاعتنا ما كناش متوقعين ان احنا يجي لنا 145 حاله اطفال وسيدات، سيدة بتشتكي من عنف أسري، طفل أم بتشتكي أن طفلها عنده شوية فرط حركة أو مش بيتكلم مع حد من زمايله وهي حتى ما عندهاش وعي إيه ده أو إيه المشكلة اللي هي ممكن تقابلها. ابتدينا أن احنا نوفر داخل المحافظات المستهدفة لمشروع قومي حياة كريمة فرق بتنزل معنا من خلال القوافل التنموية اللي بننزل بيها أنت الحياة واللي أنا كنت قعدت مع حضرتك وليا الشرف فيها قبل كده. بنقدر من خلالها في المبادرة دي أن إحنا نعمل التوعية زي ما شرحت لحضرتك، ومن خلال الفرق دي يبتدوا أن هم يوفروا زي سيشنز مع الفئات المستهدفة ويتكلموا معاهم يشوفوا مشكلتهم إيه، ونبتدي نعمل زي فلتريشن، الجزء بنحوله للمتخصصين من المراكز الطبية داخل كافة المحافظات المستهدفة، والجزء الثاني بنوفر له الدعم إذا كان نقدر إن احنا من خلال تواجدنا على مدار 6 أيام داخل المحافظات نوفر له الدعم اللازم، أو إن احنا حالته يعني بتبقى محتاجة أكتر عناية طبية متخصصة فنبتدي نعمل التحويل للحالات دي. فكانت آلياتنا مختلفة ومتعددة، بس كنا في البداية مصيرين ان احنا نشتغل على فكرة التوعية اولا بالمرض النفسي، ونحاول نلمس الاثر او مدى قبول الفئات المستهدفة او المواطنين للكلام في الجزئية دي، وخصوصا احنا بنتكلم داخل الكرة.